الآن نتابع وإياكم فيديو لدائرة الكهرباء في موضوع آخر نأخذكم من خلاله إلى قضاء آل بدير بمحافظة القادسية، وهناك مواطن يذهب لدائرة الكهرباء لتقديم شكوى بسبب عطل ولا يوجد من يأتي لتصليحه، ففوجئ بوجود الدائرة مفتوحة الأبواب ولكن لا يوجد فيها أي موظف ولا حتى حراس. دائرة شوهدت خاوية على عروشها، لا موظفين، لا مسؤولين، لا أحد حتى يستقبل شكوى المواطنين. موضوع بحد ذاته يتطلب شكوى، لكن إلى من ترفع؟